البوديوم على هذا لو تريثلون انترناسيونال ديال مدينه الداخله اللي وصلت للدوره الثالثه، لله الحمد مشاركه مكثفه من عدد اكثر من 20 دوله مشاركه بالنسبه للتريثلت للمستوى العالمي. للذكر هو انه المحطات الاربعه اللي تتنظم في المغرب اخرها هي مدينه الداخله، دخلت في التنقيط بالنسبه لتاهل الالعاب الاولمبيه ديال 2020 اللي غتكون في طوكيو ان شاء الله. الفوز رجع للاسباني لو تريثلت من اسبانيا، الثاني كذلك من لوكسمبورغ الدنمارك بالنسبه للرجال، وبالنسبه للنساء المحطه المرتبه الاولى رجعت لايرلندا اسبانيا وهولندا. فهذا تيبين مدى القبول والاقبال على المشاركه هنا في مدينه الداخله لانه وجهه رياضيه محضه. كذلك بالنسبه للرياضيين تنعرفوا على انهم تيبحثوا على الامان وتيبحثوا على المشاركه المكثفه وتيبحثوا على انه باش يكون تاطير في المستوى العالمي. هذه السنه هذه دخلت المحطه ديال الداخله في التنقيط بالنسبه للتريثليت اللي هما تيبحثوا على نقاط من اجل المشاركه في الالعاب الاولمبيه ديال 2020، فهذا يعني دعم بالنسبه لنا من طرف الاتحاد الدولي، وكذلك بالنسبه للتريثليت اللي تيبحثوا كيف ما ذكرت على تنقيط، وهذه يعني تشريف لنا حنايا كجامعه ملكيه المغربيه للرياضه للجميع، وكذلك بالنسبه للمغرب لانه دخل في المنظومه ديال المنظمين بالنسبه للتريثلون على الصعيد العالمي. انا البرتو غونساليس من اسبانيا. Well, it's been a good race for me. I was in the head of the swim and tried to push as hard as I could on the bike, but finally in the second lap the chess group caught me, and yeah, it was a funny cycling with the grind, and well, finally in the run I tried to push as hard as I could, and then in the 100 meter to go I push and I could win here. Very good city. It's my first time here, and yes, I like the Moroccan traditionals. Carolyn Hayes, representing Ireland. So I've come first here at the Moroccan or the Dakhla Triathlon. It was a really good day. Swim was choppy. The bike was very good in the run. I thought the organisation was very, very good. It's my first time in Africa, and I'm really happy to take the win. Is from Ireland. إذا فليتفضل السيد ولي صاحب الجلالة لجهة الداخلة، واد الذهب مرفوق بالسيدة سارة تريزا فروم سبين، السيد رئيس الجهة. Place for Johnny Ernick from Netherlands. ويسلم الميدالية والتروفية السيد رئيس المجلس الإقليمي. وصورة تذكارية للمتوجات الثلاثة الصائرة على إجراء هذه الدورة. اتجهت هذه الدورة قاع النشيد السيد ولي صاحب جلالة والسيد أنساب إدوان. حارة رجاء أعطونا تصفيقاتكم، تصفيقات حارة، شكرا. حامية العسكرية يسلم الميدالية ثم التذكار الخاص بهذا الحدث الرياضي المتميز لك تحتضن مدينة الداخلة. وصورة تذكارية للأبطال للتوجه في هذا الحدث الرياضي التالي تقدم لكتربية الجامعة الملكة المغربية رياضة للجميع. دائما أحييكم، وصورة تذكارية للفائزين. وصورة تذكارية للأبطال. تصفيقات حارة رجاء، تصفيقات حارة على كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذا العرس الرياضي المتميز. تحية خاصة للساهرين في انجاح هذا العرس. نعم، مدينة الدرب.
تروفي للسيد الوالي امتياز تعيش مدينة الدخلة صبيحة هذا اليوم الرائع.